الله 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 الله، ده يعني دي المدرسة الكلاسيكية الصوفية القرآنية الأصيلة يعني. لا يمكن هروح لحتة تانية خالص. أوس الكمانجة. أولا مسكة الأوس وتأثيرها على إخراج الجملة، ثانيا الاستخدام المفرد للفلاجولي. هو بالنسبة للمسكة الأوس طبعا احنا تعلمنا كلنا وحضرتك طبعا سي اللي عارفين اللي هو أنا الواحد أنا ما تعلم الأستاذ قال لي عم إيدك كده فعملت كده ومسكت كده ادي القوس منين يعني مسكت القلم في الاول حتى زي القلم بالظبط. قال لي بص حط صباعك كده كده هنا هنا وبعدين ده قصاده وبعدين ده ينزل كده وده ينزل كده بقيت القوسه انت شايله ده هو طبعا مساعدتك يعني السيد العارفين في الحياه في يعني كمان جه اصلا غربي يعني. بالظبط كده وهو لازم اعزف كده لو كده ضعف القوس عندك سمعت الصوت مظبوط دي الاجابه الفلاجولي بقى الفلاجولي على فكره بس عاوز اضيف حاجه بالنسبه للفلاجولي اول ما عمل فلاجولي عاوز انا والدكتور رضا رجب حضرتك اما انت معاصر ما انت حضرتك معاصر من بدري اول من بدري اول 30 سنه من 30 احنا اصلا انا يعني انا بشوفها مش كل زي ما حضرتك قلت كده مش كل الوقت ان انا اصفر فيه لان كمان ليها شخصيه مش معقول ان انا يعني انا طبعا مع احترامي كل الناس اللي بتعمل تصفير طبعا كلهم اساتذه وكلهم محترمين بس يعني خير الكلام ما ايه ما قل ودل بس يعني ده نظريتي بالنسبه للتصفير. على فكره برضه لازم اذكر الاخ هانم هنا لما اشتغلنا معاه برضه ده موضوع عاوز له حلقات لوحده نقله كبيره اشتغلنا طبعا معاه يعني واشتغلنا مع كبار الملحنين وكبار المغنيين يعني. طيب احنا خلصنا من اللحظات دي فانا يعني احنا اللي بيجي بنقوله على طول علشان النقلة بتاعت هانم هانم يعني الاول كان المسيا وكل الفرق اللي حوالين منها هل تعتقد ان هاني مهنا بيمثل نقله نوعيه في تاريخ الفرق الموسيقيه؟ الاستاذ عبد العظيم عبد الحليم الله الله ده الراجل الوحيد اللي كان بيعمل تفريغ موسيقيين للحقل الفني كله. يعني حضرتك تبص تلاقي حضرتك طبعا اشتغلت معاه طبعا وقعدنا متعلمين من رجب ومحمد مصطفى يعني كل الناس دي كان هو الوحيد اللي كان سبحان الله على رأي المثل بقول لك ايه بيعمل من الفسيخ شربات هو ده اصلا دي مدرسه فكانت كل الناس الحلوه وكل الناس اللي حاج سعد والله لا الله ده حاجه لا تنسى كلنا اتعلمنا على ايديه استاذ عبد العظيم عبد الحليم يا سلام اللهم امين يا رب العالمين فكان هو ده المصنع بتاع العازفين اللي كانوا بيطلعوا منه اللي طلع منه للمسيا اللي طلع منه لفرقه سامي نصير اللي طلع منه لفرقه الاستاذ عبد الحليم نويره الله يرحمه اللي يعني طلع اكتر الفرق كانت اصلها من يعني من اصلا كانوا العازفين بيشتغلوا مع الاستاذ عبد العظيم. وبالنسبه لهاني مهنا ابتدينا بقى بقول لحضرتك ان احنا لغايه ما يعني وصلنا كانت نجاه بتشتغل مع الفرقه المسيح كانت تشتغل معانا فايزة احمد كانت بتشتغل مع الفرقه المسيح اشتغلت معانا الملحنين الاستاذ احمد صيدي الله يرحمه يعني في ناس كتير جدا من بس طبعا بليغ حمدي اشتغل معانا الاستاذ كمال الطويل الله يرحمه اشتغل معانا الاستاذ محمد الموجي اشتغل معانا فيعني اقول لك كانت اشد فرقه بالظبط كده شاب الفرقه بالظبط كده شاب الفرقه ويمكن استاذ هاني مهنا يعني عمل حاجه التاريخ هيذكرها ان هو احترم يمكن دي اول مره تحصل يعني فاكر لما كنتوا بتعملوا حفلات تلات كمانجات يقفوا حضرتك ورضا رجب وسعد وكان خالد فؤاد وخالد فؤاد وعمر فرحات وتقفوا لوحدكم ما كناش شفنا الحكايه دي قبل كده هي دي اصلا بدت ازاي صح بدت اصلا ازاي ان احنا كنا بنعمل شوهات بس ايام ما كانت الايه المحلات يعني فيها ناس بتروح المستمعين شيك ابتدت بعد الشو دي بقت فرقه ابتدت زي ما حضرتك قلت بقت انا الصراحه يعني كان هاني مهنا برضو كان يعني اسس الفرقه بناس وكان المايسترو مصطفى ناجي
كان معانا في الفرقه اول ما ابتدت الفرقه لما نعمل فرقه لما عملنا فرقه ابتدى الاستاذ دكتور حسن شراره الدكتور رضا عمر فرحات يعني الصيغه اللي وانت حضرتك ما انت كنت برضه ما انت كنت انت معانا في الحاجات دي كلها انت كنت كل يعني كنت بتشتغل يعني ما هي الصيغه مش عاوز اقول تشتغل معانا كنا بنشتغل مع بعض الصيغه اللي جمعت الشرق والغربي شدت جزء كبير من العزف الغربي بالظبط لان لقوا نفسهم وقدرتوا انتوا تستفيدوا فيه ودي مستمره لغايه النهارده طبعا طيب ننقل بقى لستايل مانسي بتاع مانسي يعني ممكن يعني حضرتك دلوقتي عازف لك مثلا السولو بتاع الفانو ده سولو يعني طبعا حضرتك عارف سولو يعني ده من السولوهات الصعبه جدا هو وعيش البلبل طبعا دي مثلا طبعا ده من الصلوهات اللي صعب وبعدين خد بال حضرتك يعني طبعا انا كده بقولها حاف لا طبعا لا في فرقه ولا احنا كان فربنا يستر ما كنتش حاجه طلعت وحشه ممكن نعمل متابعات لا لكن انا يعني كان عندي رغبه ان نعمل كمانجا خالص نسمع كمانجا بس كمانجا صافي كمانجا صافي ده صحيح شوف انا يعني عندي كلمه بقولها على كمانجات النهارده ان هم ده زمن النونوه ده تعبيري انا محدش قاله لي ليه؟ لان شوف من الحفناوي لانور منسي مرور كل العازفين عبده ده غيره من العازفين جرشه وكل العازفين العظام اللي احنا عارفينه طبعا كلهم عندهم الثبات يا حاجي سعد كلهم عندهم الحرف الثابت ومعلقته لكن انتشرت حاله من النونوه بين ال وتلاحظها انت في السولوهات يعني ما بقاش عارف اول الجمله فين من اخرها فين خصوصا في السولوهات ويمكن اللي عمل الحكايه دي تسجيلات العرب العرب يدوا انت عارف يدوا مسافه يقول له قول بقى قول بوجه صح قول براحتك يعني ف يعني يعني في شوف الجهد ده كله اللي اتعمل علشان يبقى في كمانجا مصري ها واخده بقى من طابع الغربي وطابع الشرقي وكده ان احنا يبقى فيه حاله من النولوه المطلقه يبقى انا